هادي يفطر هنايا مع خوتو. انا صافي قلت لكم مشيت للمحلبات بني حياج شي معاونه فتراسو خوتو على اخ اختو على خاطرو طلع بحال سو نعس بلا واش نعس قالت لي نعس امه هي هذيك انا يا ساقرا ونسمع الدري جا الكبير جا ضرب ودخل هنا المحل قالت له دي عمر نهار القريعه الماء قال انا كنهار قام قرعه كيضحك هو هما داك القرعه ديال الماء حطها في الكابينه زاد اللي عندهم وصابوش في البيس صابو معلق قام ما 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 عند بالي هو ولدي يا ولدي رضوان مالك 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 عند بالي هو انا وضو طاح ماشي صغير غيطيح من المكتب مالك ولدي مالك مالك حسن من اخوك قال لي خويا ما يتفتح شري سيدي صعيب سيدي راه باتين فايقين وقايلين فايقين سيدي الفراق سيدي راه صعيب سيدي اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد سيدي شنو نقول لك اخويا جيت انا مع الخدمه مع شي جوج وربع طلعت باش نوضو باش بحري يتسحر كنلقى الضو طافي هي هذيك ما لقيتوش في البلاصه فين كاين عص الضو طافي درتها كيبان لي بحال الخيال زدت لعندو كنلقى خويا مسكين مشنوق انا حسبني شي واحد قجو بقيت كنعيط امي العداو وسخوت بقيت طايح مي ما حماقيتش الحمد لله لا والو انا كان مي ما حماقيتش البارح والله الا بالله المرضي لا نحمد الله ونشكره والله والله الا بالله لاش ما نوي درنا نوي نجيبو الكفتايه مازال في الثلاجه كنا تسحرنا بحال دابا هاد النهار قلت له غلا غدا نجيبو الكفتايه ان شاء الله باش نسحر قال لي واخ هي هذيك جبت الكفيته طيبت بالردات قلت له نطلع من بعد نعيط له نديرها في المقله الثقله كان طلع قال لي مسكين مشناق ورجليه مدلين في الهواء في الهواء لا بخير مسكين الله يعمرها السلعه هذاك اعز ما عندي ولا اعز ما عندي انا اللي علمته الصناعه وشمتي كيخدم معايا في الصناعه واحد الشيء ديال الزواق ديال هذا القطران هذا البرار الغرار اش نقول لك راه فقصاوب وراني مريض دابا ليلى مرضت بالله ليلى مرضنا كنوجه للناس اللي كيشاهدوني الا كاين شي متعاونوا معنا يتعاونوا نتوما كتشوفوا الحاله فقيره كنا زعما ما درناش حيت الحاله ضعيفه ودابا كنطلبوا من المحسنين الا هما يتعاونوا معنا الله يرحم الوالدين يقوي مثالكم ومثالهم الله يقوي ولاد الناس والجواد كان مزيان كنطلع هنا كنلقاه كنهضر معاه كنتهاود انا وياه الله يعمرها سلعه بقى فيا وحركني ما نكذبش على ربي قال لهم دابا طالعه كنطير شديت الطاكسي من تما كيولي شد ملي جيت لهنايا ما لقيتش الطاكسي باش طالعه كنطير والقلب ديالي كان غيسكت ما عرفتش انا هو فيهم ملي جا الاستاذ عاد قالها لي قال لي راه هذه اللي مات هرضبه اللي مات بقى فيا وحركني مات الاول هو مات هذا هو ما تجاوز اللهم لك الحمد يا ربي الحمد لله الله يرحمه ويوسع عليه الله يرحمه ويوسع عليه الله يرحمه ويوسع عليه الله يرحمه ويبرد على موينته الله يرحمه ويوسع عليه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا